ساعتها كنت بتشوف اصلا المتهم بشكل عادي؟ يعني كنت بتشوفه مثلا بيعدي؟ انا شفته حوالي مرتين ثلاثه، كان بيلعب ابنه في الشارع بعربيات بيجريها بالريموت كده، عربيات جامده يعني جايبها تقريبا معاه من امريكا او حاجه زي كده. طبيعي جدا وذكي جدا، ومش عايز اقول لك يعني ده راجل محترف. محدش كان بيشوف حاجه خالص لانه بيجي متاخر، وفي الغالب انها بتكون متخدره يعني حتى بطلع لها الصوت. يعني رحمه دي الله يرحمها كان المفروض ان هو قابلها في الكافيه، حتى صاحبتها قالت لها ما تروحيش معاه، هو قال لها ان انا ليا اخت بتشغل البنات الصغيره، فبناء عليه راح. لكن احنا بقى قعدنا نقول بنات ليل وبقى الله اعلم، يعني واحده شغاله اكيد تعبانه، ظروفها تعبانه بتاع، لكن مش لازم تكون يعني شغاله في حاجه مش كويسه يعني. وبرضه رأفتا بالاهالي، حرام ان احنا نشهر بالناس من دون ما نعرف. يا جماعه سيبوا القضاء ياخد مجراه للاخر ونعرف الحقائق كلها. هو ابنه عنده قد ايه عمره؟ 10 سنين. زين اسمه زين. ده فلوس اللي خلته يعمل كده، الموضوع مادي، اللي يقول غير كده مش فاهم حاجه. اي لجنه هيعدي عليها هيلاقوا طفل في العربيه هيقول لك ده طفل ممكن يتخض ولا بتاع، وخاصه الواد بيكلموش الا انجليزي وبتاع، بقى ابن ناس. كان بيجي متاخر جدا وينزل بدري جدا، خلي بالك يعني الموضوع ده اللي كان بيعمله، لان مش حد بالجيران قابل اي شيء من دي خالص، محدش بالسكان شعر باي شيء خالص لحد اخر لحظه. ففوجئنا بكم شرطه كبير وقاعدين وبتاع. اتاري في اليوم ده كان المفروض ان هو جاي يمثل الجريمه.